هذا وشارك أكثر من 88 ألف ناخب في عملية الاقتراع الخاصة لانتخابات برلمان إقليم كردستان في أربيل، والتي جرت في 48 مركزا انتخابيا بحضور 75 مراقبا دوليا. أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العملية الانتخابية سارت بانسيابية وتنظيم وانضباط عال من قبل المصوتين من القوات الأمنية، مؤكدة أنه لم تسجل أي أعطال في الأجهزة أو خرقات، فيما أشار فريق دولي إلى أن العملية تمت بتنظيم وشفافية ولم ترصد أي ملاحظات سلبية، على استعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين لرصد ومراقبة العملية الانتخابية. الحمد لله، نحن بدينا بعملية التصويت الخاص في 18/10 هذا اليوم في الساعة 7 صباحا، ولا يوجد أي مشكلة الحمد لله لحد الآن. هو العملية التصويت في التصويت الخاص نفس عملية التصويت في العام، يعني راح يكون هناك عملية عدل فرز الإلكتروني، وراح يكون هناك عملية عدل فرز اليدوي وسحب التقارير النتائج. لا يوجد تمديد لأن الجهاز هو يشتغل أوتوماتيك بالساعة 7 صباحا وبالسادسة أوتوماتيك الجهاز هو راح يتوقف. المراقبة الدولية والمحلية الآن تلاحظها بكثافة موجودة، هذا المركز بأربع محطات 1200 ناخب تقريبا، وتواجد إعلامي أيضا كبير في هذه المحطة لنقل الحدث مباشر، وأيضا العمل بأريحية بالنسبة للمراقبين والإعلام دون تقيد أو كذا. فلذلك إحنا الآن عملنا هذا مستمر في كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 165. في هذا اليوم 18/10 انطلقت العملية الانتخابية في التصويت الخاص لبرلمان إقليم كردستان، ومراقبة المفوضية للعملية الانتخابية بشكل جيد، نتابع كل الحالات ونجري جولات ميدانية على مراكز الاقتراع. خير، نحن اليوم موجودين كمراقبين دوليين على سير العملية الانتخابية في جميع محافظات وأقضية إقليم كردستان. لقد قمنا بتوزيع مجموعة كبيرة من الفرق على المناطق لتقوم برصد والإشراف على سير العملية الانتخابية. نحن اليوم في زيارة أحد المراكز الهامة للاقتراع في اليوم الخاص، لقد لمسنا حقيقة شفافية وتنظيم عالي الدقة وانتظام من الناخبين